حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نعيش الآن مع النصيحة السادسة في سلسلة كيف تحفظ القرآن من دون معلم. الحقيقة هذه الطريقة رائعة جدا ومناسبة بالنسبة لمن ليس لديه وقت أو لا يتمكن من حضور حلقات الذكر أو حلقات تحفيظ القرآن، فهذه الطريقة مناسبة جدا لأنها تعتمد على الاستماع وتعتمد عليك أنت تماما. اليوم سأتأمل معكم وضع الهدف النهائي من حفظ القرآن. يجب أن تضع في دماغك أن ما هو هدفك من القرآن؟ أنا الآن أريد أن أحفظ القرآن، ما هو هدفي؟ هل لمجرد أن أحفظ أم أن هناك هدف كبير؟ الحقيقة أيها الأحبة، كثير ممن يحفظون القرآن لا يدركون هدفهم الحقيقي. الهدف الحقيقي هو مرضاة الله عز وجل، مرضاة الملك، مالك الملك سبحانه وتعالى. في آخر هذه الحلقة أيها الأحبة سوف نأخذ نموذج عملي من سورة البقرة لطريقة الحفظ السهلة جدا والميسرة، ولكن الآن أنا دعوني فقط أتأمل معكم قول حبيبنا عليه الصلاة والسلام عندما قال إنما الأعمال بالنيات، وأكد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لذلك أخي الحبيب، حاول أن تحفظ ما تيسر، لا تلزم نفسك أنني يجب أن أحفظ كل يوم مثلا 10 آيات، أو يجب أن أقحم وأحفظ كل يوم صفحة، يجب أن أتم حفظ القرآن خلال 6 أشهر أو سنة. لا، الهدف ليس هو الحفظ أخي الحبيب، الهدف هو التدبر والفهم والخشوع للوصول إلى مرضاة الله، لأنه خير لك أن تفهم آية واحدة وتعمل بها، خير لك من أن تحفظ القرآن كله ولا تطبقه. يعني رب إنسان يتلو القرآن والقرآن يلعنه. ربما تستغربون من هذا القول. إذا كنت أخي الحبيب ظلمت أخاك أو ظلمت أباك فأنت من الظالمين، ثم تفتح القرآن وتقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، أنت تلعن نفسك الحقيقة. لذلك عندما تقرأ آية تحذرك من الظلم يجب أن تنتهي عن ظلم الناس، آية تحذرك من الربا تنتهي عن الربا، آية تحذرك من الكذب مثلا، ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. عندما ترى هذه الآية وتقرأ هذه الآية ينبغي أن تتوقف تماما عن الكذب، وإلا لا فائدة لا من الحفظ ولا من القراءة ولا الاستماع. طيب أحبتي في الله، حقيقة أنا هنا وضعت هدف نهائي. أنا جربت هذا الأمر أيها الأحبة، عندما تضع ابتغاء مرضاة الله أمامك كهدف يسهل عليك حفظ القرآن، بل تتذوق هذا الحفظ، لذة قراءة القرآن، لذة الاستماع. معظم الذين يحاولون إقحام أنفسهم فقط لحفظ القرآن، يعني يضع هدفه هو الحفظ، يضع الحفظ هذا هدفا له فقط، هذا لا ينجح ولا يستمر. يعاني كثير من الناس من عدم قدرته على حفظ القرآن، السبب عدم تحديد الهدف النهائي الكبير وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى. لذلك يجب أن تكون نيتك أنك تحفظ القرآن ابتغاء مرضاة الله، ولتتقرب من الله وتدرك من هو الله هذا الملك سبحانه وتعالى. فمن أحب أن يعرف من هو الله
فليقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. الحقيقة أيها الأحبة، هنا أنا أنصح بشراء هذه النسخة أو تحميلها، الحقيقة موجودة على الإنترنت، المصحف الملون المقسم للمواضيع، يمكن أن تبحثوا عنه على الإنترنت تقوموا بتحميله، مصحف مقسم للمواضيع بألوان، هذا هو موجود، يعني ابحث على جوجل تجده بسرعة. الحقيقة أنا أعجبني هذا المصحف أن من قام به جزاه الله خيرا قسم السورة لمواضيع ليسهل حفظها، وهذا هذه قضية مهمة جدا أيها الأحبة في الحفظ. سورة الفاتحة هنا، هذه هي سورة الفاتحة. الحقيقة هذه السورة العظيمة كلنا يحفظها، فلا داعي لأن نجزئها لأقسام، يعني هذه هي سورة الفاتحة. طيب، هنا أول سورة البقرة، هنا أيها الأحبة، تمام، هنا هذه هي سورة، مطلع سورة البقرة، أول 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وهكذا وأولئك هم المفلحون. هذا النص يتحدث عن صفات المتقين، 5 آيات. يمكن إذا أحببت أن تحفظ شيئا من سورة البقرة ابدأ بهذا النص، 5 آيات، احفظها، كررها. طبعا قبل ذلك يجب أن تستمع لسورة البقرة من خلال كمبيوتر أو موبايل أو تلفزيون أو أي وسيلة أخرى، يجب أن تستمع لسورة البقرة. طبعا احنا في الحلقات 5 الماضية تحدثنا عن هذا الموضوع، يمكن الرجوع إليها. يجب أن تحفظ سورة البقرة، يجب أن تستمع لسورة البقرة أولا كل يوم عدة مرات، وبخاصة أثناء النوم، لأن الدماغ يبقى في حالة عمل أثناء النوم أيها الأحبة. بعد أن تستمع 10 المرات لسورة البقرة تأتي الآن لمرحلة الحفظ. طبعا أنت قد تخطئ باللفظ، لذلك ينبغي أن تلجأ إلى الاستماع أولا. هناك برامج كثيرة أيها الأحبة تستطيع أن تستمع آية آية أو نص نص للقرآن، هناك تطبيقات كثيرة على الموبايل يمكن أن تستخدمها. المهم ما ييسره الله لك، افتح واستمع. يجب أن تستمع لهذا النص على الأقل 50-60 مرة، يعني ليس مرة واحدة، 100 مرة، 200 مرة، 500 مرة، لا مشكلة، كرر كرر النص، كرر حتى ينطبع في ذهنك أحكام التجويد. يعني مثلا ألف لام ميم، هنا مد، حركتي مد أيها الأحبة. عندما تكرر الاستماع إلى ألف لام ميم، ألف لام ميم، دماغك يبدأ ينسجم مع هذا الإيقاع، مع هذه المدود. لذلك عندما تستمع كثيرا لهذا النص ثم تفتح القرآن وتقرأ هذا النص، سوف تجد وكأنك تحفظه، تجد سهولة كبيرة في حفظه لأنه أصبح مألوفا. طبعا ولله المثل الأعلى، الطفل عندما تسمعه أغنية 10 المرات يحفظها من دون أن يقرأها. إذن الاستماع لعشرات بل 100 المرات، ثم عندما تستمع للقرآن المرتل، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين، لماذا لم نقل هدى للمتقين؟ هنا إدغام،
فهذه الأحكام أيها الأحبة يمكن أن تتعلمها بالاستماع فقط، يعني أنا حقيقة تعلمتها بالاستماع وبعد ذلك قرأت أحكام التجويد. يعني الإنسان يجب أن يقرأ ويطلع، ولكن الأساس هو الاستماع. مثلا الذين يؤمنون بالغيب، حرف الغين مفخم، بالغيب وليس بالغيب. هذا الأمر أنا تعلمته فيما بعد أيها الأحبة. في الأساس أنا تعلمت أحكام التجويد من الاستماع للقرآن من دون أن أعلم أن هذا إدغام أو تفخيم أو كذا أو إقلاب أو كذا. لا، أنت يمكن أن تتعلم وتتقن أحكام التجويد بالاستماع. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتقن أحكام التجويد؟ لم يكن في زمانه الإخفاء والإدغام وغنة وغير غنة وهذه المصطلحات التي نشأت فيما بعد. حفظ القرآن وأتقن تلاوته وتطبيقه والعمل به من خلال الاستماع. إن شاء الله أيها الأحبة أنا في اللقاء القادم سوف نتابع هذه أو بعض من هذه السورة، وكيف نربط الأجزاء أو الأقسام ببعضها أو المواضيع ببعضها من أجل تسهيل الحفظ. تابعونا في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على حفظ كتابه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.